السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا العلاقات ديال اللي كيتسموا ايدونتيتي ريماركابل، هذوك العلاقات ضروري تحفظوا، ضروري تحفظوا ثلاثة حيت مهمين بزاف في كاع التمارين اللي غنديرو. ودابا ان شاء الله غادي ننتقلوا الاول مثال، حيت بالامثلة غادي نفهموا. خاص تحفظوا، ضروري خاصين بالامثلة. نبدأ أولا إن شاء الله بأول مثال، غيكون هو A كتساوي 2x ناقص 3 الكل أو كاري. ملي كيعطيونا هاد الإكسبرسيون، أول حاجة تنقلبو عليها هي A و B، نتوما اللي كتسميهم. انا غادي نسمي 2x هي ا، نتوما غديروا بحالي نفس الطريقه. 2x هي ا و 3 هي ب. اذا غادي تكتب على شكل ا موان ب لو تو او كاري، ا ناقص موان ب لو تو او كاري. هاد العلاقه هادي كاينه في لي زيدونتيتي روماركابل، علاش قلت لكم خاصكم تحفظوها. كتساوي ا او كاري موان 2 ا بي بلس ب او كاري. غنشدو هادي وغنمشيو نطبقوها هنا. بسم الله، ا كتساوي ا اس 2، شنو هي ا؟ هي 2 اكس. غنديروها غادي نرفعوها او كاري، نديرو لها على بيسونس 2 2 اكس او كاري ناقص 2 ناقص 2 في A multiplié par A. شنو هي A؟ هي 2x، 2x. في B شنو هي B؟ هي 3، في 3 زائد B أس 2. شنو هي B؟ هي 3 أس 2، أس 2. هذه نفسها كنطبقوها، كتساوي 2x لو تو أو كاري هي 4x أو كاري ناقص جوج في جوج في ثلاثة هي ستة في إكس زائد ثلاثة أس جوج هي تسعود، هي ثلاثة في ثلاثة هي تسعود. إلا كنتو باقي عندكم مشكل في الدرس ديال لابويسونس، أي الدرس ديال القوى ملي كيكون عندكم لابويسونس، خليوها ليا في كومنتير إن شاء الله، باش نحاول نعود معكم الدرس ونشرحو من جديد إن شاء الله. هذا المثال الاول. نعطيو مثال اخر باش تفهموا، حاولوا انكم توقفوا الفيديو وتخدموه بوحدكم. المثال الثاني هو ب كتساوي 4x موان 1 لو تو او كاري. اول حاجه قلت لكم كنديرو هي كنسميو ا و ب، هذا غنعطيوه ا، نحاول ندير هنا زائد، هذا نعطيوه ا وهذا غنعطيوه ب. اذا عندنا ا زائد ب لو تو او كاري. كنرجعو ثاني للقواعد وكنشوفو شحال كتساوي ا زائد ب لو تو او كاري. هي ا او كاري زائد 2 ا ب زائد ب او كاري، بحال بحال، غير هنا تختلف الاشاره والاشاره تختلف حسب هاد الاشاره اللي عندنا الوسط. الاشاره ديال الناقص كنديروها هنا، نديروها هنايا، والإشارة ديال الزائد تنديروها هنايا. الفرق اللي بيناتهم هي الإشارة، هنا عندنا ناقص وهنا عندنا زائد. إذن غنمشيو نطبقوها. شحال كتساوي أ زائد ب لو تو أو كاري؟ هي أ أو كاري، وشنا هي هنا أ؟ هي 4x. إذن غنديرو ليها الكاري، مربع 4x الكل أو كاري زائد هادي 2 في A. شنو هي A؟ هي 4x. في B شنو هي B؟ هي 1 زائد B أس 2. شنو هي B؟ هي 1، 1 أس 2. من بعد كنمشيو للغيدوير. الغيدوير يعني كنحاولو نحسبو داكشي اللي عندنا. 4x أو كاري هي 4x في 4x، أو 4 غنكتبوها باش تكون واضحة، زائد جوج في ربعة هي 8، و 8 في واحد هي 8 إكس زائد 1. ربعة في ربعة هي 16، و إكس في إكس هي إكس أس جوج
هي 16x او كاري بلس 8x بلس 1. هذه هي الريزولت. نتمنى تكون مفهومه. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب ان شاء الله باش يكون مزيد باذن الله. دابا ان شاء الله غادي نطلقوا واحد الميثود اخرى في الفاكتوريزاسيون. هنا هاد المره غادي نفاكتوريزيو ب اون ايدنتيتي ريماركابل. الفاكتوريزاسيون والديفلوبمون رجعوا لي في الفيديو السابق، راني شارحاه مزيان. الا بغيتو نعاود نشرحو قولوها ليا ان شاء الله. دابا غنمشيو للمثال واحد الطريقه ميثود اخرى، اللي هي مثلا نعطيكم مثال باش تفهموا. ا كتساوي 16 اكس كاري موان 9. دابا هادي ما عندناش كيفاش غادي نديرو ليها. اشنو بان لكم اللي شفتوها؟ اشنو بان لكم؟ اول حاجه بدا لو طابل دو ملتيبليكاسيون، يعني جدول الضرب خاصو يكون محفوظ مزيان. بحال دابا انا حافظه مزيان، اش كيبان ليا؟ كيبان ليا هاد 16 راه هي 4 اس 2، وكتبان ليا 9 راه هي 3 اس 2. اذا صافي، ها هو دابا بان ليا الامر ان العمليه صافي غتحل. هي 4 اس 2 في اكس اس 2 ناقص 3 اس 2، هنا كلشي اس 2. غادي نحاول انني نبسطها، هي هنا غادي نعملو 4 اس 2 في اكس اس 2، هي 4 اكس لكل اس 2 بلا ما نخلي هنا اس هنا الاس، غنجمعهم في اس 1 ناقص 3 اس 2. وقلت لكم بلي ملي اول حاجه باش تسهلوا تعرفوا اين ايدونتيتي ريماركابل عندكم، كتمشيو تسميو ا و بي. انا هذه غنسميها ا وهذه غنسميها بي. اذا عندنا هنا ا اس 2 ناقص دابا 3 هي بي بي، وعندنا بي اس 2، ها هي ا اس 2 ناقص بي اس 2. هذه شنو هي؟ هذه ايدونتيتي ريماركابل خاصها تكون محفوظه، اللي هي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. هذه قاعده خاصكم تحفظوها. من بعد ملي عرفنا ايدونتيتي ريماركابل غنديرو تساوي شنو هي ا؟ هي 4 اكس. غنكتبوها هنا باش تبان لكم، هي 4 اكس. وشنو هي بي؟ هي 3. ديروا ناقص ضروري تابعوا الاشاره، بي هي 3 ناقص 3 عامل شنو هي ا؟ هي 4 اكس زائد شنو هي بي؟ هي 3. ها حنا سالينا. هذه هي الفاكتوريزاسيون افيك ليدونتيتي ريماركابل. خاصكم تكونوا حافظين طابلو دو ملتيبليكاسيون اللي هو جدول الضرب، وتكونوا حافظين لي زيدونتيتي ريماركابل، راه ساهل بزاف. انا نعطيكم مثال اخر باش تفهموا ان شاء الله. عندنا بي كتساوي، حاولوا انكم توقفوا الفيديو وخدموها راسكم من بعد شوفوا التصحيح. عندنا هذه دابا لك تحافظ جدول الضرب مزيان، اشنو غيبان لك؟ غيبان لك بلي هذه هي 5 اس 2. شنو هي 5 اس 2؟ هي 5 في 5 اكس او كاري ناقص 49. شنو هي؟ 7 في 7 هي 7 اس 2 ولا 7 او كاري، ياك؟ قلت لكم كنسميو ا و بي، غنسميو هذه ا وغنسميو هذه بي. اش عندنا هنا؟ عندنا ا مرفوعه اس 2 ا او كاري، اذا هي ا او كاري. نسميو هذه كامله ا، عفوا هذه كامله غنسميوها. عندنا التي عندنا هنا اس 2 اس 2 غنجمعو اس 1 5 اكس لو تو او كاري موان 7 او كاري. قلنا هذه هي ا وهذه هي ب كتساوي، هذه مكتوبه لنا على شكل ا ولكن اس 2 ناقص هذه هي ب اس 2 او كاري، وهذه حتى هي راه متطابقه، اللي هي ا موان ب عامل لي ا بلس بي. صافي، وكيبقى الكالكول عادي. وكنبداو نعوضوا في كل حاجه في بلاصه. شنو هي ا؟ هي 5 اكس، نحطوها ناقص
وشنا هي ب هي 7 غنحطوها. عامل تاني شنا هي ا هي 5x زائد شنا هي ب هي 7. صافي كيبقى غير التعويض، يعني خاصكم تكونوا حافظينهم مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوزو القاعده الاخرى، ولكن ان شاء الله بالمثال باش يكون مفهوم عندكم كل شيء، ولا ما كانتش شي حاجه مفهومه خليوها لي في التعليق. بسم الله. ا كتساوي 4x او كاري موان 12x زائد 9. هذه قالوا لكم فاكتوريزي افيك اون ايدونتيتي ريماركابل، يعني غتفاكتوريزيوها بواحد ليدونتيتي ريماركابل. رجعوا راني دايره الديفلوبمون ودايره الفاكتوريزاسيون فيديو اخر. دابا هذه شنو هي اللي قلت لكم خاصكم تحفظوا جدول الضرب؟ اشنو بان لكم فاش شفتوها؟ انا بعدا شفت باللي هذه هي الجوج اس جوج اكس او كاري ناقص 12 اكس. هذه ما كاينش شي حاجه ضربي مثلا، ما كاينش شي حاجه مثلا بحال 3 في 3 او 6 في 6 تعطيك 12، ما كايناش. هذه ما يمكنش. المهم هذه هي جوج اس جوج زائد و 9 هي 3 اس جوج. داكو غادي نسميو او بي عندنا بلاتي بعدا حتى نجمعو المربع ما نخليوش بحال هكا. هذه هي جوج اكس الكل او كاري ناقص 12 اكس بلس 3 اس جوج. غنسميو هذه ا وغنسميو هذه بي، ياك؟ هذه مكتوبه لينا على شكل اش؟ مكتوبه على شكل ا اس جوج ناقص واحد الحاجه زائد بي اس جوج. عندنا واحد العلاقه في لي ريدوكس في لي زيدونتيتي ريماركابل، ا ناقص بي الكل اس جوج اولا او كاري ايغال ا او كاري موان 2ab بلس بي او كاري. ها هي ا عندنا. شنو هي ا؟ شنو سمينا حنا ا؟ هي جوج اكس ياك او كاري ناقص هادشي زائد شنو هي بي؟ هي 3. بي هي 3 او كاري. داكور حنا حاولنا اننا نطبقوا القاعده، عندنا ا اس جوج وعندنا بي اس جوج، ولكن ودابا غيبقى لينا او باش غنديرو هي ناقص جوج جوج في نعاودو نكتبوها باش تكون الامور واضحه. جوج في ا شنو هي ا؟ هي جوج اكس. و بي شنو هي؟ هي 3 زائد بي اس جوج هي 3 اس جوج. هادي شنو هي؟ جوج جوج في جوج هي 4 و هي جوج في جوج اكس هي 4 اكس في 3 هي 12 اكس. اذا هي هذه 12 اكس. دونك غادي مزيان جوج اكس او كاري ناقص 2 في 2 اكس زائد 3 زائد 3 او كاري. هاد هنا حاولنا نكتبوها على شكل ايدونتيتي ريماركابل اللي هي هذه. اذا هذه شنو دابا هذه شنو كتساوي؟ هي هذه وهذه كتساوي هي هذه. هي ا موان بي لو تو ا موان بي لو تو او كاري اللي هي جوج اكس. ا هي جوج اكس. ا هي جوج اكس ناقص بي هي 3 لو تو او كاري. ها هي النتيجه. في الاول راه سي نورمال انها تجيكم مخربقه وتجيكم صعيبه، ولكن مع البخاتيك يعني الخدمه الخدمه غادي يجيكم كلشي ساهل باذن الله. حاولوا انكم تخدموا الامتحانات بزاف، الا بغيتوني نخدم معكم امتحانات بزاف تمارين بزاف قولوها لي في لي كومونتير. والان غنعطيكم مثال اخر باش تكون الامور واضحه. ب كتساوي 9 زائد 18 اكس زائد 9 اكس او كاري.
يلا الناس اللي حابين جدول الضرب اشنو بان لكم هنايا؟ انا بعدا بان ليا سعوديه 3 اس 2 زائد هذه ما كايناش شي حاجه ديرها اس 2 تعطيك، اذا غنحط نخليها بلاصتها زائد هذه هي 3 اس 2 في اكس اس 2 3 اس 2 زائد 18 اكس زائد عندنا هنا او كاري او كاري نجمعوا في او كاري وحده هاك. اذا دابا غنبداو نسميو ا ونسميو بي. انا غنسمي هذه هي ا وغنسمي هذه هي بي داكو. اذا غادي ندير واحد الغابيل واحد ليدونتيتي هذه حتى هي، يعني الا بانت لكم هذه شنو هي، هذه هي هذه هي 3 في 6 في اكس 3 في 6 هي 18 3 في 6 هي 18. مهم الا ما بانتش لكم ماشي مشكل، حنا غادي نمشيو نحاولوا اننا نديرو ليدونتيتي ريماركابل هي ا بلس بي او كاري. دابا انا علاش كتبان ليا حيت خادمه بزاف، الا خدمتو نتوما بزاف راه هادشي غيجيكم ساهل 100%. ا زائد بي كل او كاري هي ا اس 2 زائد 2 ا بي زائد بي اس 2. شنو هي ا اللي سميناها؟ هي 3 نحطوها هنا 3 اس 2 زائد 2 في ا في بي. في حاله ما بانتش ليكم هذه صافي هذه نساوها ما بانتش ليكم غنكس حطو جوج. شنو هي ا؟ هي 3. شنو هي بي؟ هي 3 اكس ياكو امور واضح. زائد شنو هي بي؟ هي 3 اكس ولكن هنا او كاري نديرو او كاري. ها حنا وصلنا ليدونتيتي ريماركابل، ها حنا في الاخير وصلنا لهادي كتبناها على هذا الشكل. اذا هذه شنو هي؟ هي هذه هي ا بلس بي لو تو او كاري. هادي هادي كامله هي ا بلس بي لو تو او كاري. هي شنو هي ا؟ هي 3 زائد بي اللي هي 3 اكس كل اس 2. ها هي النتيجه، كلشي الامور سهله. ان شاء الله الا بغيتو شي تفسير استفسار راه كاينه عندي باج ديال فيسبوك نخليها لكم لتحت. ما تنسوش الجيم عفاكم اشتراك في القناة ان شاء الله باش يكون جديد، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في حلقة اخرى.